يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: خرج علينا بعضهم قبل أيام يتكلم في الإمام إبراهيم بن أدهم وأنه صوفي وأن منهجه مخالف للصحابة، فهل هذا الكلام صحيح؟ إيش أدراه عن هذا؟ إيش أدراه عن هذا؟ الإمام إبراهيم بن أدهم من العباد الصالحين، وأخباره كلها أخبار طيبة، ولم يذكر عنه شيء من الانحراف والضلال. نعم.